السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم عيد من قناة ربحك عندنا. لو أول مرة تشوفنا يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس من أسفل الفيديو ليصلك كل جديد. النهاردة معانا موقع بيض التنين، الموقع ده شرحناه قبل كده والنهاردة هنعمل منه عملية سحب. طريقة التسجيل في الموقع، بتنزل تحت بتدوس على الكلمة دي، بيفتح لك الخانة، بتكتب الاسم والإيميل والباسورد وعادة الباسورد، وهنا بتكتب الحروف دي هنا وتعلم على العلامة دي وتدوس سيتنج. يبقى انت كده سجلت في الموقع، ومن هنا هتخش على الموقع بنكتب الاسم والباسورد وبنلقي الحروف ديت. وبنعمل دخول للموقع. دي واجهة الموقع من الداخل زي ما انتوا شايفين. الموقع بيديك 10 روبل، بيديك بيهم تنين هدية. اول واحد دوت بتشتريه قيمته 10 روبل، تمام. بتخش من هنا، ده حساب المشتريات. هنخش كده ايه، هنشرحه كده بسرعة عشان احنا شرحناه قبل كده. ممكن ترجع للشرح القديم اللي احنا شرحناه وتعرف كل حاجة عن الموقع. احنا النهارده هنضع في الموقع، عشان تسحب من الموقع لازم تضع 10 روبل فيه وتشغل وتفتح الدفع. النهارده هنشوف وهنشوف الموقع صادق ولا لا. من هنا تاني واحدة ديت اللي هي بتجمع منها بيض التنين، تيجي هنا وتدوس هنا كده. انا جمعت لسه، جمع من شوية اهو، تجمع بيضاف لك لحساب رصيد السحب. من هنا تالت واحدة، عشان ترجم باللغة العربية عشان يبقى ايه كل حاجة واضحة. تالت واحدة دي الدعوات، رابط الاحالة بتاعك من هنا اهو، بتاخده تنشره على اي موقع او الفيسبوك او اي حاجة، بحيث ان انت يجيلك زائرين عن طريق الرابط، وتقدر تحصل على ايه 15% ارباح من كل دعوة، تمام كده. ايه، هنخش على المكافأة. بتيجي من هنا ليك 3 مكافآت، مكافأة يومية ومكافأة كل ساعة ومكافأة كل لحظة. الخطر مش عارف، بتخش مثلا على المكافأة كده، بتدوس على الإعلان ده كده، التلاتة كلهم زي بعض، وبتقفل الصفحة على طول، مش لازم تفتحها يعني. بتجيلك المكافأة، انت كده حصلت على ايه المكافأة، تضاف لك لحساب الشراء. بعد كده ركوب الامواج، دي انصحك ان انت متفوتش ركوب الامواج دي، اللي هي المواقع اللي انت بتشوفها. بتدوس على المواقع ديت، انا جمع الرصيد ده معظمه من هنا من الضغط على الاعلانات، هي ركوب الامواج والمكافآت. لسه مكافآت المسابقات، في مسابقات للاحالات وللاستثمار، ومن هنا المهام. المهام زي ما انتوا شايفين كده، في مهام كتير في الموقع، يقول لك سجل في موقع وتسجل، ويقول لك ابعت لي مثلا اليوزر نيم بتاعك، وبيديك مكافأة يعني، بيدي 400 روبل للشراء، وهنا 1550، وهنا بيطلب منك فيديو تنشره، تعمل فيديو وتبعته لهم، وبيديك عن طريق الفيديو ممكن يديك توصل 5000، من 10 روبل ل50 روبل يعني. ويا رب. من هنا الألعاب، وبعد كده الإعدادات. أهم حاجة الإعدادات دي لازم تخش عليها اول ما تخش الموقع، لازم تخش على الاعدادات ديت. بتيجي هنا بتكتب رقم تكون حافظه عشان هيطلبوا منك لما تيجي تسحب من الموقع، وبتعمل حفظ وتحفظ ايه الرقم، يعني تحط الرقم هنا اهو، بتعمل حفظ. بعد كده بتخش هنا التفاصيل، بتكتب رقم محفظتك هنا وبتعمل حفظ. اي بنك انت مشترك فيه من البنوك ديت، بتحط رقم المحفظه وتدوس حفظ، يبقى انت كده حفظت المحفظه بتاعتك في الموقع، وعند السحب هتبقى ايه سهل انك انت تسحب من الموقع. ومن هنا الملف بتاعك اللي فيه الاحصائية بتاعتك كلها، الحاجات اللي انت عملتها على الموقع واللي دعيت من عن طريقه والاحالات وكل حاجة موجودة هنا. احنا دلوقتي ايه، عشان نيجي نسحب، هتيجي تسحب هيقول لك ايه، لازم تدع 10 روبل في الموقع عشان تقدر تفعل السحب.
هنرجع تاني. هنرجع تاني هنقول هنعمل بقى ايه، عملية ايداع. هنيجي هنا كده وهنقوم ايه محددين بنك البريد، هنحط 10 ونعمل ايه دفع الآن. هقول له ايه اكيد هدفع، هيدخلني على البنك البير. هاجي هنا اعلم على الروبل، هقول له كونتينيو ادفع، هندوس هنا برضو. ابقى انا كده ايه دفعت في الموقع 10 روبل. هنشوف بقى السحب كده فتح ولا ايه النظام. بص هنا الدفعات في الموقع، الموقع دي كلها دفعات مدفوعة في الموقع، لسه دفع امبارح، ناس سحبة كتير امبارح اهي. دي معلومات عن الموقع وخرجنا ولا ايه؟ دي هنا التفاصيل عن الموقع لو عايز تعرف اي حاجة عن الموقع. هنا الخزانة، هنعمل بقى عملية سحب من الموقع. هنيجي نشوف السحب فتح ولا لأ، هنخش هنا السحب فعلا فتح زي ما انتوا شايفين. هنحدد انا عندي 7 روبل و57، هنقول 700 757. وهنكتب هنا رقم السحب اللي احنا حطيناه، وهنعمل طلب الدفع. تحديد رمز التعريف. لغاية 3 دفعات اكتر من ليه اكتر من لازم ليه 700، هنقوله 7. طيب 7 روبل وهنحدد واحد. هو ايه مش عارف انا فين. معلش هو طالب رقم التعريف من الاعدادات، انا ما عملتوش اساسا،
وانا كنت فاكر اني حددته. رقم التعريف هنرجع للسحب، هنقول 7 وهنحط نعمل سحب يطمه بنجاح. الأموال المدفوعة بنجاح ستكون متاحة للتغيير المراجعة مع نص الدفع على محفظة ولكن مراجعة من القائم على المشتريات. هنخش على البير ونشوف الفلوس وصلت ولا لسه، عشان هو بيقول لي لسه تحت المراجعة. نشوف مصداقية الموقع، هو كده الموقع دفع يعتبر. نقول له حسنا. انا زي ما انتم شايفين كان عندي 7 روبل و57 سنت، اهو سحبت 7 روبل. واربعين اهو، 7 روبل فعلا وصلوا زي ما انتوا شايفين. البير بيخصم 7 روبل، اسم 7 سنت عمولة تحويل. وبكده كنت هنا من الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله في فيديو اخر ان شاء الله. ما تنسوش تدعمونا في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله.